Mãe! Não deixa. ويجين نعاودش لكم خبيزه ديال الخميره بلديه تاع هي. يلا مينو يلا 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 بسم الله بسم الله قبل ما بسم الله بسم الله. الباستا ديال جاكم غتبرد لي ميرافيليوزا ميرافيليوزيسيما نوقع لك جاكم ساجوي كما زوينه بزاف زوينه بزاف بونيسيما ويدينا الفول بقشوره كان غيكون بيسارة الساعة صدق فول مشرمل بسم الله مي نوضي كرفتة بسم الله بسم الله occhi mandarini cinesi sta prendendo la vitamina D un me هذا اللي غادي يتبقى الكوا بلا غير لا غنقاو الفول دابا لسما هرقيقه الخليوه هنا كنخلي فيها بحال هذه غادي نحيدو ليها القشره هكا كنتو طلبوا تليفوني سي كولي غروسي لي طوريا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده في هذا النهار يا ربي. اليوم غنشارككم معكم جوج ديال الوصفات، غندير معكم واحد الطاجين ديال الحمام معسل زوين بالفواكه كلها اللي غنعسلوها من بعد تيجي زوين. وامي غدير البيصاره، غدير لينا امي كطبق اول، انا ما غندير معاه لا خضره لا حتى شي حاجه. هاد الحمام غادي يجي سمان، ماشي الحمام سمان ياك امي سمان نامي الحمام سمان اللي هو على سمان لا لا سمان سمان سمان. هاد الجزاره موجودين ولكن تتوصوه عليهم عاد تيجيبهم لكم الا بغيتوهم. وسميتو امي غدير بيصاره بالفول، ها هو الفول جناه طري. يلاه حنا يلاه خرج عندنا في طاليان، ما عرفتم ولا المغرب اش قالت امي، قالت لي تصيب حنا وسهلا عندنا. هادو اللي رقيوقين دايرين خليناهم بالقشور ديالهم، وهذوك الاخرين اللي كبار حيدناهم نقيناهم رحمك الله. وغنبداو على بركه الله. يلاه امي تيجي غدير الفول مضربك البرد. عندنا واحد الشمش حاره كيف ما شفتوا معنا كنا برا تنقيو في الفول، حرارة برا الشموشات اليوم والله الا الجو زوين بزاف ماشي عشوية. المهم ابريزو تروبو سولو ابريزو. ايه هيا امي غتبدا. يلا اجي امي نوضي قولي اش غديري. بصلة. لا بصلة هي الاولى، انا غنحك لك بصيلة. هيا حك بصيلة ان شاء الله ظهر. وديري داك الفول ديري ولا بلاتي؟ ايوا تنديرو هذاك الشيء على البصلة. غنطحليها هاد البصيلة هي الاولى. روح هنا هانتوما البصيله بقاو حيده قالت لي ديرها هنا. ودابا غادي ندير ليها مطيشه حتى هي قالت لي هانتوما ديروا على حبه وحده. انا عندي هاد الصغيورين درت ليها هادو هكا كاملين، قالت لي طحن ليا واحد الحبه ديال مطيشه قالت لي راه هادو كاينين، قالت لي طحنهم صافي غادي نطحنهم حتى هما. قولي امي اش بغيتي؟ بغيت الملح شويه. هاك شويه 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 سير ها مليحه. شنو ثاني؟ هذا كركم الخرقوم عشوية شوية من هذا سكين جبير بلات هي انا تبقى راعي على الدقات حيت ايوا راه باش تبقى العطريه سخونه. شويه ديال سكين جبير. شنو ثاني؟ حار شويه الهريسه هاك حاره تكتريش شويه صافي. شنو ثاني؟ الزيت بغيت هو الزيت شعل لي شعل كاين شويه ديال الزيت. شنو ثاني؟ وهاد الماء يطيش عليه طحنت لك واي. وهاد الحبه ديال مطيشه حتى هي رمي هادي. شوفوا هاد الطريقه ديال امي هاتي مي انا نديرو
مدينة. هو عرف كل تريدين. هدرتي لينا في المغرب فاش كنا في الصيف تما. كل شيء بغاه يعجبها. صافي. غتحمر دابا هاد الشيء وغنتلاقاو معاك. نتحمر هاد الشيء ونرمي الفوري. صافي. بغيتي القزبر؟ القزبر؟ اه دير شوية. غدير مي واحد شوية ديال القزبر والمعدنوس بجوج هادو. هاد الشيء كاين المعدنوس. هنا كاين القزبر صافي ها تاع الثومة والثومة غنجيب ليها الثومة ها هي درت لها واحد الفريع ديال الثوم ها هو قالت لي ديريه هنايا وهي تترقق هنايا في هذا الفول هذا شفتوا دوك اللي ريشات طوالين تقسمهم دارتهم صغيرين صافي غندير لها واحد جوج عويدات ديال ورقة سيدنا موسى ولا ورقة غار امي ندير لك هذا دابا يلا روح حركي يا راكبتي حركتي هي تتحرك في كل شيء دابا يلا ركب لي يا ندير الماء كب لي كلا تقولي لي تي يا بركه بركه نغطيو عليه دابا ونخليه يطيب نقلي عليه وخلي هذا غنساوه دابا نغطيه نقص عليه وغادي ندوز انا للطواجين ديالي دابا ديال السمان هنا صافي خلينا الفول ديال امي راه هو تيغلي ها هو حولته هنايا نقاست عليه قالت لي خليه نساه وانا حطيت الطاجين هنايا تيسخن وعندي هنا واحد جوج حبات ديال البصله غادي نشد لا لا خلي جوج ديال الثوم وحده حقه وحده ديال الاطراف ياك دواو علاش دواو لا خلينا غنديروا واحد الطريقه زوينه امي انا دواو يلاه بلا خضره حيت دايرين هذاك سميتو واخا وغادي نشد دابا هكا البصيله وغادي نطحنها اوكي ها انتم ها البصيله بعد ما طحنتها مزيان غادي نوضعها دابا هنايا في الطاجين نجيبها لهنا ونحطها كلها هكا غندير ليها واحد شويه ديال الماء وغنخليها هنايا في الطاجين غنغطي عليها صافي هنا هاد البصيله غنسد عليها نزيدها واحد شويه ديال الماء غنخليها هنايا وغندوز دابا انا السمان هنايا غادي ندير ليه العطريه صافي غنجيب عا واحد البول فاش غنخلط غندير عا شويه ديال المليحه وغادي ندير فيه شويه ديال الكركم هكا سكين جبير تيجي مع الدجاج وهاد النوع ديال الطيور كلشي هادشي ندير هكا وغندير شويه ديال الحار ندير هادي غندير الربيع الزبر والمعدنوس بجوج خلي هاد شويه بلاتي وغادي ندير واحد شويه ديال الماء شويه هكا ونخلط هاد الشيء غندير شويه ديال الزعفران ولا كيمشي دابا بلاتي وغادي نبدا نحط دابا هادو هكا نبدا نمارينيهم ونعمرهم نحط هنايا نستعمر هكا حتى نعمرهم كاملين هانتوما رقدت هادو وخليتهم واحد شويه وهنا غنرجع للبصيله هانتوما شوفوا معايا البصيله هنايا دابا غندير ليها واحد شويه ديال زيت الزيتون وهاد الوريقات ديال الغار وغادي نحيد هاد السمان من هنا هكا وغندير هاد المرق ديالو هنايا نحركو في هاد البصيلة تا هي باش تنسف البصيلة راه تبالت مع داك الما بحال تيدخلها الطياب شوية تطيب دغيا تطيب صافي وغنشد دابا هاد السمانات غادي نحطهم هكا
حنا بحال جرينا تولا ولاو بحال الجرانات. مي قالت لي خلي هاد القلية بغاتو خليتو صافي. تندير هاد المرق تا هو ندير با ونزيد عليهم واحد شويه ديال الربيح هذا صافي. غندير لهم واحد شويه ديال الزعفران هكا وندير لهم واحد شويه ديال الماء باش يطيبهم طيبو فيه. نقاس عليهم دابا النار وغادي نخليهم حتى يطيبوا ليا مزيان على نار مهيله وانا غندوز دابا داكشي باش غادي نخضرهم. هنا غادي نخضر بالبرقوق وسميتو وهذا المشمش راهو مبجوج. غسلتهم شللتهم درت عليهم شويه ديال القرفه وغندير لهم دابا الماء طايب. خوي عليهم الماء مغلي كل واحد ندير ليه شويه هكا وغادي نخليهم يطيبوا. كل واحد غادي نديرو على جهه يطيب. هذا غنشعل عليه هنا وهذا المشمش غنشعل عليه هنايا وانا غادي نرجع هنايا للشريحه هنايا للشريحه هكا. غادي نشد حتى هي وغادي نديرها هنا في واحد السوفيره وغنخوي عليها الماء طايب خمسه وخمسة عشرة صافي. غادي نخوي عليهم الماء طايب هنايا غنغطيها وغنخليها صافي. وغندوزو دابا باش غادي نوجدو الغديوة ديال جاكومو تا هو صافي. يلا خليوكم معنا. صافي جا جاكومو هاد اللوبيني هاد النوع ديال بونغولي لوبيني بونغولي لوبيني غنديرهم هنايا. شعلت عليهم النار وغنغطي عليهم هكا وغادي ندوز دابا هنايا هادي هنا غير العسل. نوري لكم الطويجين بعدا فين وصل. ها انتم تشوفوا معايا الطويجين ها هو شفتو راه هو غادي باقي ما طابش ولكن ناقص عليه النار كلها. وهنا عندي مشماش الشريحه صفيتها من هذاك الماء ها هي غنديرها هنايا. حيدت لي هذاك الماء ديالها دايره مع هذا مشي ميشات هكا. برقوق تا هو ها هو هنايا غادي. وغادي ندير دابا واحد معلقه ديال العسل. هاد العسل امي كانت صيفطاتو ليا انا دابا ندوقو لك كان جاها من بلادها وصيفطاتو ليا. شفتو راه ساليت صيفطات ليا ثلاثه القراعي مسكينه. غادي نديرو هنايا هكا امي تتشمشي مع راساتك ها تتشمشي امي داخله ليها الشمس حتى الكوزينه بارك عليها. واه رانا تقاودت معاها عجبتني صافي. راه مسدوده الدار كلشي مسدوده وهي داخله جالسه فيها ونمشي تما. ايوا انا غادي باش عاد هذا الصول انا غنحرك هادو هاد المعلقه ديال العسل غنبقى نقلب فيهم هكا شويه مره مره وغندير حتى هنايا دابا هاد البرقوق حتى هو غندير ليه حتى هو شي معلقه ونقص عليهم ونخلي عيدو بداك العسل وغادي نطفي عليهم. صافي غادي نخلي كلشي هنايا حتى نبغي نقدم. وهنايا هادو غادي يبداو يتحلو وغادي نبدا نعزلهم كاملين نحيدهم. الرساله ديال امي نشوفوها فين وصلات ها هي هذا امي بيسارة باقا ما طابت. بون اي فاير باقي فيها باقي فيها خليوها تتنشف ولا واه صافي باقا النيت ما طابتش ناقص عليها طيبه احنا صافي هنا صافي هاد العسل هنا في هاد الشريحه مع هاد المشمش ها هو تنقلبو هكا كيف ما تشوفوا. ودابا غنشوف حتى هاد هذا حتى هو داب صافي غنطفي عليه. هانتوما شوفوا هاد البرقوق حتى هو ما شاء الله شفتوا صافي عاد بهذيك العسيله صافي طفيت عليها. ونخلي دابا كلشي هنايا مغطي هذا هما بداو تيتحلو. هنا هذا الفول ديال امي ها هو ها وجد ها هو تقريبا مازال شويه قالت لي خليته يشرب ونخليه هكا. والطويجين حتى هو ها هو خليته هو تيتعلك مزيان
صافي وغادي ندوز دابا نبدا نهز هادو اللي تحلوا غنبدا نهزها بالوحيده وندير في واحد البول باش غنديروا الجاكمو المرق ديالو حتى هو نديروا ليه حتى هو غديوتو غنخلي الجاكمو غيكملهم غيبدا ينقي فيهم هنايا كيف ما تشوفوا هكا اللي محلولين تيدير هنايا وانا غنجيب واحد المقله غندير فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون هكا وندير فيها واحد جوج فصوص ديال الثوم ها هما دقدقتهم اضربتهم بالموس تتحلو صافي غنديرهم هنا نخليهم شويه يسخنوا وهنا عندي نص كيلو ديال لي طوماط سوغيز دوك صغيورين يلا غسلتهم غادي غتدبل شويه هاد الثومه صافي تنضيف ليها هاد لي طوماط سوغيز ونسيب بسرعه صافي غنخليهم تما مره مره غادي نحركهم هكا ويجي طفيت عليه ها هو نشوف ليا انتما شوفوا هذا الشيء مع السكر والشيء راه جات ما باقي حتى هنايا وغندير واحد شويه ديال الماء دابا يغلي على حساب سباغيتي انا جات ما هادو سباغيتي صافي يلا خليكم معنا صافي هنا الطماطم غنوريها لكم دابا ها انتم شوفوا كيفاش تتولي شفتوها فنبداو دابا نقيسوها ها عاد تقيسوها حتى تبدا تتحل غير بوحديتها ها واحد شويه هكا ندير لهم كاملين وغنسد عليها وغنخليها تتعلق مزيان ناقص عليها النار دابا مزيان هنا صافي يلا درت الجاكمو سباغيتي ها هي يلا وضعت هنا سباغيتي سباغيتي نخليها واحد 10 دقائق وهنا هذا سميتو كيفون قولي لوبيني شوفوا بعدا هذا المرق كي تيولي معلك راه الصلصه ديال الطماطم قد ما خليتوها حتى تغلي بزاف ما كتعلق وكتجي زوينه هذه الا خليتوها واحد ساعتين وناقصه العافيه بزاف ما نعاودش لكم كيفاش غتولي صافي وغنضيف هذا الشيء النص ديالو اكثر من النص راح يجي القشور وداك الشيء الاخر خليه بالقشور ديالو صافي وغادي نديرهم هنايا غنجهد عليهم دابا النار وغادي نخليهم هنايا باش يتخلط ليا كل شيء نعاود شويه ديال المعدنوس صافي وانا غادي ندوز دابا للتزيين ديال الطاجين ديالي لان سالينا فوالا هانتوما شفتو ها هو صافي دابا غادي نشد هاد الشريحات وغادي نبدا نزين بهم هما وهاد المشماش والبرقوق كل حاجه غادي ندير منها وحيده في جهه حتى غادي نرتبو كله مزيان قريفة نحيدها وبالنسبه للبرقوق غادي نشدو وغادي نهزو من هنايا هكا وعندي هنايا غير الفستق ها هو غادي نفندو فيه بهذا الشكل هذا غادي نوضعه هنايا شفتوا غنستمر دابا هكا حتى نزين كلشي هذا الطويجين ونتلاقى معكم هنا صافي من بعد ما كملتو عندي القرقاع ها هو تنشدهم دابا وتنحطهم هنايا فوق هذا الشيء تنديرو في هذا السيرو هذا اللي درت ديال العسل وتنحط هنايا ونزينو به حتى هو الطبق ديالنا اوكي هاليا دابا شويه ديال الرقائق ديال اللوز عندي هنايا محمرين حتى هما نزين بهم من الفوق وها الطويجين واجد صافي يلا شوفوا السمان ما شاء الله كي جا الطويجين ديالو مي Guarda che bello. Sembra un quadro. Ma filo quadrale bello. والفول تاهو راه وجد مابقاش تبان سباغيتي دابا لا يسيب بليتا بلا 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 بونا تي زغرت على طفصيله هاد التومه
وليني راه رائع هذا الطبسيل هذا ديالو، حاجه زوين بزاف. صافي دابا غنجيب انايا هذا الفول. ها هو بيساره، بقات بيساره قالت لكم واش غديري، خليها هكاك بلا ما بيساره قالت لي ما طحنيهاش خليها هكاك وانا نخليها هاي. نوضع في هاد الطويجين هذا، فوالا ندير لك واحد شويه ديال المعدنوس هنايا لجاكوما بوكوا من بولا باست. وهنايا الطويجين ديالنا، هذه هي الغديوه ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، شجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. اللي عجبها الطاجين عند مروه غنخلي لكم الرقم ديال مروه الفوق، اللي بغى الطاجين تواصل معها. يلا مع السلامه، ما تنساوش نعملكم فيديو.